بسم الله. في هذا الفيديو حنتكلم عن الـ Process Management وحنشوف التولز اللي حنستخدمها. لو رحنا على مان PS، أول تول حنستخدمها هي الـ PS Report a snapshot of the current processes. الـ PS من التولز اللي تستخدم different syntax للـ options. فعندك Unix options و BSD options و GNU long options. الـ Unix options حرف أو مجموعة حروف مسبوقة بـ dash. الـ BSD حرف أو مجموعة حروف بدون dash. و GNU long تستخدم كلمات مسبوقة بـ double dash. عندك الأمثلة موجودة، هذا مثال على اليونكس سينتاكس، هذا مثال على البي اس دي سينتاكس، وفي أمثلة على الجنو. كمان تلاحظ موجود عندك الأوبشنز والديسكريبشن لكل أوبشن إيش بيسوي. من الأشياء المهمة في المانوال اللي هي البروسيس ستات أو ستيت كود موجودة. أين أوكي، هذا variable هنا أوكي. هذه هي process state code عشان نتابع حالة البرنامج، هل هو running أو stopped أو zombie أو defunct or interruptible sleep، هل هو foreground، هل هو multi-threaded، هل high priority واللow priority. فخلينا نشوف مثال. لاحظ الآن فتحت terminal ثانية، لو كتبت له PSAU فأنا الآن بأستعرض الـ processes باليوزر، فهذا اسم اليوزر، الـ PID لكل process، الـ CPU usage percentage، الـ memory usage percentage، الـ virtual memory size والـ real memory size كلها بالبايت، الـ terminal okay. فعندي هنا مثلا الـ PS في الـ PTS2، الـ manuals في الـ PTS1. عندك بعد كده الـ process state، حالة الـ process، الـ R run والS sleep interruptible، الـ plus معناتها foreground result، فالمان النتيجة حقته حتظهر في الـ foreground على الشاشة، والS معناتها session leader بمعنى انه هذا البروسيس بيشغل بروسيس ثانية، فهذا البروسيس الباش بيشغل المانيوال. نفس الكلام هنا، هذا البروسيس الباش بيشغل الـ PS اوكي، والـ PS النتيجة حقته بتعرض على الشاشة، الـ PS running اوكي. فهذه معلومات عن البروسيسز اللي بتشتغل من السناب شوت PS. طيب لو ابغى اعمل بروسيس وابغى يشتغل foreground و background، كيف اتحكم بيها؟ فمثلا لنفرض عندي البروسيس اللي اسمه ping، هذا البروسيس ping بيطبع نتيجته على الشاشة، بيعمل connectivity test وبيطبع لك النتيجة على الشاشة، فهذا foreground process. لو أبغى يروح على background، أول شيء إن طبعا في الحالة الوضع الحالي الآن لابد إني أوقفه عن طريق signal، والسيجنال هذه تيجي عن طريق الكنترول زد، اضغط كنترول زد حيتحول تيجي تروح سيجنال للاوبريتنج سيستم، يحول هذا البروسيس الى ستوب ستيت او بوز ويحطه في الباك جراوند. لو ابغى اشوف البروسيس ويحطه طبعا في كيو، ولو ابغى اشوف البروسيسز اللي في هذا الكيو اكتب جوبز، هيعطيك البروسيس البي اي دي والكوماند اللي شغال. فلو ابغى يشتغل في الفور جراوند اكتب اف جي وبعدين برسنتج ورقمه في الكيو، لو ابغى يشتغل في الباك جراوند اكتب بي جي ورقمه في الكيو اوكي. طيب احيانا
بروسيسز زي هذه الاد البينج الستاندرد اوبوت على الشاشه، فحيفضل يضايقني حتى لو حطيته على الشاشه، حتى لو حطيته في الباك جراوند. فانا ايش ممكن اسوي؟ ممكن اقفل هذا البروسيس، فخليني اجيبه على الفور جراوند وبعدين اعمل له سيجنال ثانيه كنترول سي. كنترول سي تعمل ترمينيت سيجنال، والترمينيت سيجنال معناتها انه انهي شغلك واعطيني نورمال اكزيت. فالبرنامج لما تجي السيجنال ترمينيشن حيروح يقفل التست ويعطيك ريزلت لهذا التست، كم سنت كم ريسيف كم البرسنتج لللوس، ويعطيك ريزلتس. طيب الان خليني اشوف كيف ممكن اشغل هذا البروسيس في الباك جراوند. لنفرض عندي او اعمل الريدايركت للاوتبوت، فاقول له ping google.com نفس الكوماند السابق، ولكن الاوتبوت خزنه في testping.txt. اوكي، فالاوتبوت حيتخزن في هذا الملف، وعشان الكوماند ما يشتغل في الفور جراوند ابغى يشتغل في الباك جراوند، في نهاية الكوماند احط الامبرساند. الان هذا البروسيس شغال في الباك جراوند، لو كتبت جوبز لاحظ الان عندي هذا البروسيس شغال في الباك جراوند، ما في شيء بيطلع على الشاشة. ممكن كمان عن طريق البي اس اشوف هذا البروسيس، لو كتبت له اي اف وقلت له فورست، لاحظ اطلع لي تسلسل شجري هيراركي، بحيث انه هذا المان، طبعا هذا في البي تي اس 1، هذا المان بيشغل برنامج اسمه موست. طبعا الموست هذا برنامج بيعمل لك الكالرينج، هذه الالوان جاي من برنامج الموست. اوكي طيب لاحظ هنا البينج، ابغى اشوف الستاتس او الستيت حقته، فاقول بلاشي اي اف خلينا نقول اي ال. اوكي الان عندي البينج والبروسيس اي دي والبروسيس بي بي اي دي، لكن مانيش الا هو هذا الستيت، فهذا الستيت سليب انتربتبل. اوكي البي اس رننج، فهذا البرنامج بيشتغل في الـ State Sleep Interruptible. طيب لو حبيت اني اعمل stop للبرنامج هذا، نشوف jobs. الان هذا البرنامج بيشتغل في الباك جراوند، لو ابغى اجيبه في الفور جراوند ايش اسوي؟ اقول fg ampersand 1، مو امبرسنت برسنتج 1. فالان هذا البرنامج في الفور جراوند، ولاحظ الان ما اقدر اتحكم بالشاشه، ليش؟ لانه البرنامج هاجس البينج شغال. اجين كنترول زد، الان صار ستوب جوبز ال، لاحظ ستوبت، اشغله في الباك جراوند مره ثانيه بي جي برسنتج 1. اوكي فالان رجع البرنامج يشتغل في الباك جراوند. طبعا الاوتبوت صار له دايركت على الملف. الان ممكن لو قلت للبرنامج كل، طبعا كل احتاج الى البي اي دي، فكيف ممكن احصل على البي اي دي؟ ببساطه لو كتبت جوبز وكتبت ال حيطلع لي البي اي دي لهذا البروسيس، اهو هذا البينج، وهذا البي اي دي حقه 331799. وممكن اكتب بي اس AU وبعدين اعمل grip على ping، لاحظ هذا هو و 31799. ممكن اجيب ال PID باي طريقة من الطريقتين هذه، فاقول kill وال PID 31799 صار له kill. الان لو رجعت لل Q
ابغى اشوف الجوبز، فلاحظ قالك terminated. اوكي terminated يعني انتهى normal. ليش؟ لانه الكل بترسل ديفولت terminate signal. لكن شوف الان الحالة هذه، هشغل البرنامج من جديد في الباك جراوند. اوكي فصار البي اي دي حقه 32270، ولكن هقول له كل والسيجنال 9. سيجنال 9 كل ستوب ايفريثينج واكزيت ذا بروجرام بدون تيرمينيشن اونلي كل، واقول له 32270. اوكي لاحظ الان لو رحت على جوبز ال قال لك البروسيس هذا كيلد. صحيح في كل الحالتين انتهى من البروسيس، قفل البروسيس، ولكن في الحالة الأولى كيل باي ديفولت أو كيل 15 هيقول له terminate normal وعشان كده يعطيك terminated، بينما في الحالة الثانية cancel everything وكيل the process. اوكي طيب تعال نشوف الآن. أول شيء خلينا ننظف هذا الملف، نحذفه rm. اوكي طيب الآن لنفرض عندي بروسيس اسمه sleep. هذا البروسيس بيعطيك delay sleep لnumber of seconds زي كده، فقط sleep 1000 second. فهذا بروسيس ممكن أشغل بروسيس ثاني خليها 2000، بروسيس ثالث 3000. اوكي فهذه البروسيسز اشتغلت من هذا السيشن او من هذا التيرمينال. اوكي فلو فتحت التيرمينال الثانيه هنا مثلا وقلت له جوبز ما يعرف. اوكي فالجوبز وتعمل الكيو خاصه لكل تيرمينال مش شاملة لكل التيرمينال على السيستم، فالكيو فقط للسيشن اللي انت بتشتغل عليها. اوكي الان لو ابغى اعمل كل لكل هذه الجوبز دفعة واحدة، فعندي طريقة باني اكتب بي كل واسم الكوماند، او اني اكتب كل اول واسم الكوماند، هيروح يقفل كل الكوماندز اللي اسمهم سليب بغض النظر اختلاف البروسيسز. الان عندي هذا ملتي بروسيس، اوكي اثنين منها رانينج وواحد ستوب. فنشوف الان لو قلت له، طبعا لو قلت كل all sleep ايش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه الكيل all يروح يبحث عن البروسيسز اللي اسمهم sleep وبعدين يرسل لهم السيجنال. ايش هي السيجنال؟ الديفولت اللي هي ماينس 15 و مو ماينس داش 15، و ممكن ترسل اي سيجنال ثاني. فمثلا انا ابغى ارسل لهم سيجنال، كيف اشوف اول شيء السيجنالز؟ خليني اوريك السيجنالز. كيل ليست هذه انواع السيجنالز اللي ممكن ترسلها، كل رقم مقابله ايش السيجنال اللي ممكن ترسلها. لو ابغى ارسل سيجنال ستوب مش رن، ستوب، فاقول له سيج ستوب 19. لاحظ الان لو قلت كل اول داش 19 للبروسيس اللي اسمهم سليب. اوكي فلاحظ ال 2 و 3 اللي كانوا رانينج صاروا ستوب. اوكي فممكن ترسل اي سيجنال انت تبغاها. لو ابغى اعمل كونتينيو سيجنال 18 فاقول له 18. الان اقول جوبز اصبحوا كلهم رانينج. اوكي الان لو ابغى اقفلهم ممكن اقول 9 او 15، هذه normal termination هذه kill، فممكن اقول 9
طبعا هنستخدم الامر الثاني بيكل بنفس الفكره، ولكن الفرق انه بيكل لو كتبت السبيلنج غلط ما حيهتم، ما حيدري، حيرسل السيجنال لكن ما حيشتغل الامر صحيح. لاحظ ما زالت الجوبس شغاله، ليش؟ لانه السيجنال ارسلت لبروسيس مش موجود اصلا. فبيكل حترسل السيجنال بغض النظر كان البروسيس موجود او لا، ولكن الكيل اول تبحث عن البروسيس لو ما كان موجود. اهو شوف كيل اول، وقلنا هنا اسم غلط، قال لك البروسيس هذا مش موجود، لازم يلقى اول بعدين ينفذ عليه. طيب تعال نرجع ثاني مره للبيكل، نعدل هذه سليب، وهذه نقول فينك هاي بيكل. لاحظ الآن جوبز ما في ولا جوب، كلها كيلد. ولو رحت على PSAU ما في processes. اوكي طيب خلينا نشوف كيف اقدر اشغل سكريبت او بروسيس من بروسيس ثانية، بحيث ان نعمل ملتي بروسيس ات وانس. فعندك باستخدام الشيل سكريبت، فممكن تقول vim a.sh، ونقول في هذا السكريبت bang dash bin bash. الآن نقول مثلا أنا عندي b.sh هذا سكريبت ثاني حشغله في الباك جراوند. اوكي حأحفظ هذا السكريبت وأروح أعمل السكريبت الثاني b.sh. في هذا السكريبت حأعمل حاجة مهمة حأرجع لها ثاني مرة حأعدلها، hash insert hash bash bang bin bash، وأقول هنا عندي sleep 1000 ampersand. اوكي لو قلت كمان echo double s dollar معناتها print the process PID، ونفس الكلام حنسوي الطريقة الثانية لطباعة البروسيس اي دي عن طريق السكريبت الاول. فهنا في السكريبت الاول هذا التعديل، بعدين نقول له echo s dollar bash pid كلها كابيتال. لاحظ الان لو قلت حاجة ثانية كمان عشان هذا لا يقفل، هقول له sleep مثلا 2000. اوكي الان لما اجي اشغل البروسيس هاقول باش، طبعا ما مش الان اعطي صلاحيات، خلاص اقول له باش اي دوت اس اتش، واقول له شغل لي هذا في الباك جراوند. اوكي فالان لاحظ ايش اللي اشتغل، اشتغل البروسيس الاول، طبع على الشاشه البي اي دي، وهذا البي اي دي حق البروسيس الاول، وهذا البي اي دي حق التشايلد حق. ولاحظ الان لو قلت له بي اس، طبعا الان بي اس اي يو، لا مو اي يو، اي اف وفورست. لاحظ الان فعندي البروسيس الاول ايش سوى؟ اشتغل وشغل سليب وبينتظر. البروسيس الثاني اللي هو البي شغل سليب فقط. فلاحظ البروسيس الاول بي اي دي 1400، البروسيس الثاني 1401، والبيرنت اي دي حقه هو الباش 1. ليش ما 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 له بيرنت؟ ما له بيرنت لانه البيرنت حقه انتهى، اللي هو البي دوت اس اتش اللي شغله اللي هو 1000. اوكي فهذا
cat عفوا cat b dot sh. لاحظ ألف هذه اشتغلت من الكود b dot sh، فهذا انتهى طبع شغل خلص، بينما ال a طبع بعدين شغل البي بعدين انتظر هنا هذا السليب. اوكي فكده تقدر تعمل كل سكريبت at the same time. ولاحظ الستارت تايم في نفس الوقت اشتغلوا كلهم، فهذا كيف تعمل ملتي بروسيس at the same time، وهذا كيف تعمل parent child، فهذا parent وهذا child حقه. ليش؟ لأنه هذا البروسيس parent process ID هو هذا. اوكي وهذا البروسيس parent حقه انتهى واتقفل، فحصل له حاجة دخل في state تعرف باسم الأورفن، والأورفن adopted by the grandfather. اوكي طيب الآن خلينا نقفل كل البروسيسز، فأقول له pkill و 9 sleep. اوكي فهو لاحظ killed sleep exit bash a و killed sleep، فالآن ما عندي أي بروسيس. لو جينا هنا ما في أي بروسيس شغالة. اوكي كده نكون خلصنا هذا المقطع.